مرحبا بكم من جديد على قناة استثمار عارف. شكرا ل 8400 مشترك. النهاردة معانا موقع جديد للاستثمار، موقع دوجي او نيوز. هنا بنحط محفظة الدوكوين، الديبوزيت بنحطها هنا ونضغط على كلمة ستارت مايننج، بيوجهنا لصفحة الداشبورد. الموقع ليه 4 خطط استثمارية دي بس على الواجهة الرئيسية، لكن الموقع ليه اكتر من خطة هنشوفهم داخل الموقع. دي الخطة الأولى، الحد الأدنى للاستثمار في الخطة دي 300 دوكوين، بتدينا عائد 3%، بتدينا كل يوم 9 دوكوين. الخطة التانية الحد الأدنى 1000 دوكوين، بتدينا 3.5% عائد، وبتدينا 35 دوكوين كل يوم. الحد الأدنى للاستثمار في الخطة التالتة 3000 دوكوين، بتدينا عائد 4%، بتدينا كل يوم 120 دوكوين. والخطة الرابعة بتدينا الحد الأدنى 6000، بتدينا عائد 4.5، بتدينا كل يوم 270 دوكوين. دي إجمالي الإيداعات في الموقع المستثمرة، ودي إجمالي الصعوبات في الموقع. كمان الموقع هنا بيدي على الإحالة 25% لو إحالة استثمرت من خلالك. تعالوا نخش على الصفحة الداشبورد، بتحط هنا محفظة التوكوين بتاعت الأكونت بتاعنا. لو احنا هنا نزلنا هنلاقي هنا خطة مجانية، هو اديها للموقع، بتديني عائد كل يوم 0.2 من عملة التوكوين. دي خطة فري، هو بيديها لك الموقع بونص. هنا رابط الحالة بتاعك بتبدأ تروج له. كمان الموقع ليه صفحة على الفي كي والفيسبوك وتويتر والانستجرام واليوتيوب، تقدر تنضم ليهم وتروج على صفحات التواصل الاجتماعي. لو احنا عايزين نستثمر بنضغط على كلمة انفستمنت من هنا. الموقع ليه 10 خطط استثمارية غير ال4 خطط الاولانية دي. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 10 خطط استثمارية. مثلا انا هستثمر في الخطة 300 دوكوين، هنودع 300 دوكوين على العنوان الادرس ده. تم تسحب من الموقع، بضغط على كلمة ويزدرو من هنا، ابتدي اسحب على محفظة الدوكوين اللي انا سجلت بيها في الموقع. الموقع ليه بونص على قناتك على اليوتيوب. لو انت عندك قناة على اليوتيوب وتقدر قوي ليها اكتر من 200 سبسكرايب، تقدر تروج للموقع، لكن تنضم على قناة التليجرام بتاعتهم وتنفذ الشروط اللي في الفيديو. هو بيدي بونص من $2 بيوصل لحد $100. بتبتدي تنفذ الشروط اللي تحت هنا، تمام، بتنفذها كده بالكامل. ولازم يبقى عندك سبسكرايب في القناة اكتر من 200 سبسكرايب، ومدة الفيديو اكتر من 2 دقايق. بتضغط على كلمة سند من هنا ريكويست الفورم ده، بتديله هنا الايميل بتاعك، هنا الاسم بتاعك، هنا العنوان الادرس اللي انت حطيته اللي هو اللي انت سجلت بيه في الموقع، عنوان ادرس الدوكوين. بعد كده هنا اللينك الفيديو، بعد كده بنوافق على الشروط وبنضغط على كلمة ارسال. بعد مراجعة الفيديو بديك البونص على المحفظة بتاعتك. موقع دوجي اونيوز من المواقع اللي انت هتقدر نستغلها عن طريق الاستثمار وعن طريق البونص اللي هو بيديه الموقع. اي استفسار واي تعليق تقدر تسيبه اسفل الفيديو وانا هيتم الرد عليك مباشرة. شكرا لكم، والى لقاء فيديو اخر ان شاء الله.